شرطاني لتل أبيب لإنهاء الحرب، ما هما خطة عبرية للإقامة بالقرب من مصر، فكيف سترد القاهرة؟ الحوثيون يعلنون مصير السفينة المحتجزة تقديرا لجهود بوتين. الفصائل تفرج عن محتجزتين روسيتين بعد تفاؤل قطري. نتنياهو يعلن ألا تهدئة طويلة ولا وقفا دائما للحرب. البيت الأبيض يوجه رسالة لمصر. المسيرات الإيرانية تحلق فوق رؤوس الأمريكان وتوجه انذارا مباشرا. محاولة لاغتيال زوجة رئيس مخابرات أوكرانيا، وموسكو تنفي نزول غواصة نووية روسية ساحة روسيا البحرية، والناتو قد يتم نسف مكانة واشنطن في العالم. شروط تل أبيب. الشروط تتبدل والأوضاع تتغير، وما بعد أكثر من 50 يوما من الحرب ليس كما قبلها. هنا مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يقول إن السلام يمكن تحقيقه في القطاع على الفور إذا أطلقت الفصائل سراح جميع المحتجزين وسلمت جميع المشاركين في عملية 7 أكتوبر. في أنباء الهدنة والتمديد، نقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله إن أي أخبار عن صفقة تبادل مع الفصائل تؤدي إلى إنهاء الحرب في القطاع أو وقف طويل لإطلاق النار هي أخبار كاذبة حسب تعبيره. فيما قال المتحدث باسم الخارجية العبرية لأوربن دور لقناة سكاي نيوز إن حكومة بلادي ستواصل العمل على استرجاع المحتجزين من القطاع والقضاء على الفصائل، وأوضح أن تل أبيب ستمدد الهدنة كلما أفرجت الفصائل عن مزيد من المحتجزين. هناك أعلنت الفصائل أن 3 محتجزين قتلوا خلال قصف عبري سبق الهدنة، فيما صرح نتنياهو بأنه تم تحقيق إنجاز كبير جدا خلال الأسبوع المنصرم الذي تمت فيه استعادة عدد من الأسرى العبريين المحتجزين في القطاع. ليصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصار بأن الدوحة متفائلة للغاية بتمديد الهدنة بين تل أبيب والقطاع مرة أخرى، والمفاوضات تجري في بيئة إيجابية. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بالمفاوضات الجارية لإطالة أمد الهدنة المعلنة في القطاع، مشددا على ضرورة التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب الإنسانية. وقال إن شعب القطاع يواجه كارثة ملحمية أمام أعين العالم، ولا بد من المضي قدما وبحزم نحو حل الدولتين. في إطار الهدنة، أفرجت الفصائل عن محتجزتين روسيتين خارج إطار صفقة التبادل تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فيما قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع هشام مهنا إن اللجنة لم تتمكن من إيصال المساعدات الطبية الضرورية إلى شمالي القطاع منذ بدء الهدنة. وفي خرق جديد للهدنة، أطلقت الزوارق العبرية عددا من القذائف باتجاه ساحل خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان بالقطاع، كما أفادت وسائل إعلام بتحليق للطيران العبري في أجواء جنوبي القطاع، علما أن اتفاق الهدنة ينص على وقف تحليق الطيران. دوليا، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فازيليني بنزيا إن الغرب يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وأضاف أن الأزمة في الشرق الأوسط لم نرى مثلها منذ عقود، وطلب بنزيا بالعودة إلى عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. في اليمن، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن القوات اليمنية البحرية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية. وأكمل عبد السلام بقوله: وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية، كما تم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. هناك شفت وسائل إعلام عن خطة عبرية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر، ويتم الترويج للمستوطنة من قبل سلطة أراضي تل أبيب وإدارة التخطيط، وهي مقترحة ضمن منطقة المجلس الإقليمي روماتينيجيف على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة بئر السبع بالقرب من الحدود مع مصر. فهل تتدخل القاهرة؟ في سياق آخر، أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للحكومة المصرية على دعمها عمليات تسليم المساعدات وجهود ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المتضررين في القطاع. من جهة أخرى، نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة طائرات الأمريكية آيزنهاور في خليج عدن وبحر عمان، وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن المسيرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ووجهنا إنذارا مباشرا ويقصد الأسطول الأمريكي.
وضع أوكراني حائر. بين شد وجذب ودعم وترك يتعامل الغرب مع أوكرانيا وعلى رأسهم الولايات المتحدة. هنا أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أمله في أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لأوكرانيا قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي إشارات بالتعب من حلفاء الناتو بشأن دعمها، بينما أكد أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ حاجة واشنطن لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتبرا أن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة بنجاح قد ينسف مكانة واشنطن في العالم. بدورها أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية أن كليغ ليجندير أن وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يعني أن روسيا خرجت من عزلتها. ليخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصرحا أن الغرب كان مخطئا في اعتقاده أن روسيا لن تتحرر من الاعتماد على تكنولوجياته، لكن هذا يحدث وبسرعة كبيرة. لازلنا في أمريكا، حيث نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قائمتها السنوية للأشخاص الأكثر نفوذا في أوروبا لتمنح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقب حالم العام، أي من يعيش في أحلام وردية. وكانت الصحيفة نفسها قد صنفت زيلينسكي بأنه الشخصية الأقوى في أوروبا العام الماضي. في الحرب على الأراضي الأوكرانية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي أن القوات الروسية دمرت ورشة تجميع أوكرانية لإنتاج وإصلاح الرادار ومحطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي S-300 و B-18 ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال 24 ساعة طائرة هجومية أوكرانية من طراز Su-25 و38 طائرة من دون طيار. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في معرض حديثه عن تصريحات كييف بشأن تورط روسيا في تسميم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن كييف تلوم روسيا في كل شيء حتى على وجودها لينفي بذلك الاتهام الأوكراني. في روسيا، صرحت يوليا إيفانوفا مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية في العاصمة الروسية بأنه تم اعتقال رجل كان يخطط لهجوم إرهابي بتفجير خزان وقود في محطة للسكك الحديدية في موسكو. في ميدان البحار وفي حفل إطلاق غواصة أرخانجلسك النووية من مشروع ياسين ام الرماد في شركة سيرماج في سيفيرودونيتسك، صرح القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمنوف أن بناء غواصات نووية استراتيجية ومتعددة الأغراض يمثل أولوية للبحرية الروسية.